السلام عليكم. السلام عليكم. سنة وانتم طيبين. طيب. رمضان كريم عليكم جميعا. ان شاء الله هنعمل حاجات كتير في رمضان، هنعمل العصاير بانواعها، وهنعمل الفول، هندمس الفول، وهنعمل الزبادي، ويعني اللي انتم عايزينه. تحبي تاخدي اتصالات؟ نجيب لك اتصالات. شيفي الشربيني، شيفي الشربيني معانا. يلا بقى اعمل لنا بقى شويه فول. عايزين ندمس الفول في البيت. الفول عشان ندمسه في البيت لازم يتنقع الفول على الاقل 12 ساعه، لانه اي بقوليات بيبقى فيها نسبه من السموم ما بتروحش غير بالنقع. طيب ماشي يلا. اوكي يلا. هم ما عندهمش دماسه، فانا هحاول ادمس الفول في الحله، مفيش مشكله. طب احنا يا طنط ما ينفعش ندمس الفول هنا في القدره دي؟ قدره والضائع دي، قدره بجد. احنا غسلنا الفول كويس وشطفناه حلو. لو سمحت عايزه اغسل العدس. العدس ماشي. هو انت كده بس حطيتي فول قد ايه وعدس قد ايه؟ ده كيلو فول، وحطيت كده كبشه عدس، يعني مش يعني 200 جرام عدس على كيلو فول مثلا تقريبا. نخلي النار عالية لغاية ما يغلي، بعد كده بنهدي عليه ويفضل يغلي. بقى في ناس بتحط قمح، شوية قمح، في ناس بتحط شوية رز عشان تتقل مية الفول، بس انا ما بحبش احط كده، انا بحط شوية فول مدشوش. مش هتقلبي خالص يا ماما؟ لا، في ناس ممكن بتحط طماطمايه معاه عشان يحمر، يعني الطماطمايه بنمسكها نقشرها بميه سخنه ونرميها معاه، وممكن كده عادي من غير حاجه. طماطم كون كثيف. ايوه طماطم كون كثيف. طب احنا مش هنحط اي بهارات دلوقتي؟ لا 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 لا، ولا حاجه، هو كده وهيتشال كده في الاخر. بقى هقول لكم على التركايه عشان الفول ما يسودش. في الاخر ديت بنحط مبيض، الكركم ده مضاد للاكسده ومفيد جدا. طب احط كركم اهو؟ لا مش دلوقتي، ده في الاخر بعد ما يستوي. ماشي بس كده على الفيديو. وممكن نحط شويه كربوناتو برضو في الاخر، دي بتساعد على تسويه البتاع اسرع. لا الكربوناتو عشان برضو لونه ما يغيرش. طب ده دلوقتي هنسيبه؟ ده هنسيبه كده، هو هيغلي بس، وعشان نغطي عليه ونهدي عليه النار خالص، ويفضل يغلي كده مع نفسه يعني لغايه ما يستوي، وكل شويه نكشف نشوف لو الميه بتاعته نشفت بنزوده ميه. طيب ينفع نقلها ورا؟ ممكن. طبعا احنا هنا مهديين على الفول جامد، بس احنا بنتابعه، بس متابعه ان هو بيغلي، لازم يكون بيغلي كده على الهادي. لقينا الميه نقصت شويه بنزوده ميه بتغلي، ما تكونش ميه بارده، لازم ميه بتغلي. هو كده بقاله حوالي 3 ساعات ما شاء الله، الفول استوى بقى زي الزبده اهو. علب بقى ويتعبى في ولا في اكياس؟ يتعبى في اكياس او في علب زي ما احنا عايزين. ما شاء الله، بصوا بصوا لون الفول عامل ازاي، شايفين كده الفول هو سك. بقى عايزين نعمله بعد كده بقى بالطماطم، عايزين نعمله بالزيت والليمون بالزبده. هنبتدي بقى نقلبه، ما شاء الله ما فيهوش اي حاجه. وطي شويه يا حنفي لو سمحت. ما شاء الله، شايفين الفول؟ شايفين الفول عامل ازاي؟ هنحط بقى شويه كركم صغيرين. خلاص بقى شيل ده من على النار خلاص ولا لسه؟ ما انا لازم اول ما اطفي عليه نفضيه على طول، عشان لو سيبناه في الحله هيغمق. ممكن نحط عليه طحينه، ممكن اي حاجه، طماطمايه، بصلايه. يتحط عادي بقى في العلبه ونحطه في التلاجة ونطلع منه ولا في الفريزر؟ لا في التلاجة عادي، يعني في الفريزر لو هيطول. لما احنا ايه، شايفين الحله؟ شايفين الحله؟ انا مش تسقيفه بقى شويه. نحط بقى الملح اهو، بس شويه كمون. كتير كده الكمون ده؟ لا مش كتير عشان ما يعملش انتفاخات والقولون والكلام ده كله. يعني شويه سمنه بقى كده ايه على الوش، تسيبهم يدوبوا براحتهم. ما
الفول بنفضيه كده في بلاستيك او في اكياس ونحطه في الفريزر، او اذا هنستخدمه على طول في خلال الاسبوع خليه في العلبة كده وناخد منه شوية بشوية كل يوم على قد الاكل اللي هناكله. وبالهنا والشفا، كل سنة وانتم طيبين ويعودها عليكم الايام بخير يا رب. لو عجبكم الفول بتاعي اعملوا شير للفيديو وسبسكرايب على اليوتيوب وسي فيرست على الفيسبوك وفولو على الانستجرام. هتشوحها والله، جابت احسن منك. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. ادي الفول عشان طول رمضان بقى تعمله وتخلوه في البيت في السحور، وده تكلفته يعني تعتبرش فيها حاجه، كلام فاضي. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين ويعودها الايام عليكم بخير يا رب ان شاء الله. استنوا بقى فيديو السمبوسك بالتفصيل ان شاء الله. السمبوسك الشهيره بتاعت السمبوسك والطعميه. طعميه Thank you.